حياكم الله أعزائنا المشاهدين مرة أخرى، وحيا الله أيضا بكل من يعني يتابع أيضا هذه المشاركة الطيبة لقناة مجان ومشاركة جمعية المرأة العمانية بولاية قريات. احنا معانا صالح السناني، صالح بن يوسف. مرحبا يا صالح. مرحبا، كيف الحال؟ كيف حالك؟ كيف حالكم؟ طيبين؟ طيبين، الله يعطيك العافية. علوم واخبار؟ تسلم ودوم والله. ماشي علوم، جينا من قريات ماشي عندنا علوم. يلا وعلومكم شفناها؟ وانتم شو عندكم علوم؟ نعم علومنا هذه، علومنا هذه الخفيفة. هذه الخفيفة؟ هذه الخفيفة نعم. والعلوم الكبيرة وين؟ والعلوم الكبيرة في الميدان. اسمي ما دخلة جميلة. الله يعطيكم العافية. علومنا احنا ناخذ علومك الآن بالفنون اللي جايبينها اليوم. نعم. شو بالفنون؟ جايبين الرزحة. جايبين فن البحر. جايبين المالد. جايبين الميدان. جايبين الزي اللي هو النساء الداندان. الألعاب الشعبية. من 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 كل من كل فن من كل من كل يقول هناك بستان زهرة. زهرة. يا سلام. وش يقول صالح؟ وش قال؟ شفتك تونا يوم داخل انا معاهم. يقول يا سيدي قابوس حن خاضعين الروس. يا سيدي قابوس حن خاضعين الروس. يا داندان ليدان، يا داندان ليدان، يا سيدي قابوس لك خاضعين الروس، لك خاضعين الروس. هذه الدخلة اللي دخلتوا فيها. هذه الدخلة اللي دخلنا بها. اسميها ما دخلة عاد. وهذه الكلمات الجميلة في حب مولانا صاحب الحمد الجلالة. لله الله يدومه، الله يدومه. آمين يا رب الله العالمين. يدومه. صالح. نعم. الفن البحري شو شوباني ولا إيش أنتوا يعني تأدون؟ هو مسمى شوباني. مسمى شوباني هو فن للهل البحر اللي كانوا يسافروا. إيه لكن أكثر من اسم له. نعم. أكثر من اسم. بس أول من طلع تبطلت عليه الكلمة هذه يسموه الشوباني. وبعدين جاءت كلمة يسموها مديمة. وبعدين ليوة. وبعدين لا ليوة، لا ليوة ما بش بحرية. لا ليوة ما بحرية. لا جرة الماشور. هذه أنت ما بغيت كذي. أنا بغيت الماشور بس وجرة نزغ الشراع وهذا. شوف النزغة على ظهر السفينة. أنا بعطيك النزغة يلها كلمات. والباورة المرساة يلها كلمات. نعم. والماشوة حد يقول ماشوة، حد يقول سنبوق، زين حد يقول ساعي، ما كلن يعني ذا. لكن اللي هم يسافروا يسموه هذه سنبوق أو ماشوة. وليد هات الماشوة يلها طبعا أغنية، والشراع يلها أغنية، وعلما قلت لك الباورة اللي هي المرساة يلها أغنية، كذلك الشراع يلها. صالح يقولوا بعد انت طلعت بالبرعة بعد. ها يقولوا طلعت بالبرعة بعد. البرعة والله اللي تعلمتها عند الشباب واسمعها وشفتها طبعا. الحمد لله رب العالمين. مشاهدينا يبوا شلة برعة شوية. نعم يبوا شلة برعة منك. بني ابلهم يلا حن كل شو للمشاهدين. يلا. يا داني دانا يا داني يا داني دانا يا داني يا داني دانا يا داني دانا لدانا ناح الحمام يتخطر عصيد نحو السلاطين يا داني يا داني دانا يا داني يا داني دانا ناح الحمام يتخطر عصيد نحو السلاطين. الله الله الله. بعد في فنون اخرى لا تخلينا عاد انا انبشر روحك بعد ساعدني فيهن. لا غير البرعة. ايش تبى شرح شويه؟ شرح تبى شرح. نعم. يا داني يلا يا ليل يا داني يا ناسي صلوا على محمد وذكر النبي الله يا ليل يا دانا يا الله صلوا على لجوهر وزارها بن علي الله يا ليل يا دانا يا الله يا ناسي
صلوا على محمد واضح قروا النبي الله يا ليل يا داني. هذا الشرح، هذا شرح قريات. نعم تو انا وانا اسمع منك تذكرت صديقنا ويعني استاذنا سالم السعدي. نعم. اللي نوجه له كل تحيه عندما انت وياه تترومسوا. ايه سالم بن سلطان، سالم بن سلطان السعدي ابو سلطان. نعم حبيبي وحبيب قلبي واخوي العزيز. وعندنا سالم سلطان، سالم سلطان يحفر فيي، يحفر يحفر فيي، يخليني اللي ما كنا اطلع. اذا احنا الحين نباك هناك مع الفرقه ونسمع صوتك بعد ان شاء الله. صالح انا شاكر لك جدا، الله يعزك، وسعدت جدا بلقائك هنا. الله يسلمك، الله يسلمك، وبسعد اكثر عندما اجيكم هناك مع الفرقه. خير ان شاء الله، حياك الله صالح. طال عمرك، الله يسلمك. صالح بن يوسف السناني، شكرا جزيلا. على فكره والده وعمه موجودين ضمن الفرقه، واخوانه وعمومته وكلهم ما شاء الله الاسره مكونين هذه الفرقه، متواصلين اعزائنا في هذه المشاركه الطيبه من اهالي ولايه قريات الكرام.